القديس والخميس قائد مقاطع واسماك الدنيس. ايوه في الجمبري اسماك الدنيس تمام كده. طب الجمبري دي انت تعالى ده فين؟ ايوه عايز كلكم تتلموا عشان الواد الكومبارس اللي اسمه شادي ده عمل فيديوهات وقال ان احنا ما بنشتغلش قاعدين معانا على فاحنا دلوقتي جبنا 10 بي سامسونج الداني ترخيص. بس انا كنت بقول له بلاش تكتب مقاطع، يعني اكتب بس قائد كويس، قائد كويس اسماك الجمبري ودنيس. لا انا لازم مقاطع دي عشان تاخد ترخيص تمام كده يا اولادي. فاحنا عندنا جمبري صابح دنيس واسماك الدنيس، قديس وسخنيس اسماك الجمبري ودنيس. بس احنا ايه عنوان قائد مقاطع كويس اسماك الجمبري ودنيس. يا شعب افتكر مع بعضينا ان سمكايه واحده انا يعني ممكن تطعم هذه المجموعه الكبير. ده كلام حقيقي، واذا ما كانش في معجزات حقيقيه النهارده يبقى احنا مش مؤمنين. احنا مش مؤمنين، وهذه معجزات لتطبيق. عندك ايمان يا قليل ايمان بس كده. ايوه يجي بعد، ايوه جه ده بفكرني احنا نعمل محل خضر كده كبير، واخد بالك بيبقى فيه خيار جزر بطاطس، اهم حاجه البطاطس، ونسميه القديس جرجس لبيع البطاطس. قائد طبعا، قائد مقاتل قوات الجرجير والبطاطس. قائد مقاتل قوات الجرجير والبطاطس، قديس جرجس قائد مقاتل قوات الجرجير والبطاطس. ايوه كده 110 اه تمام. قائد مقاتل قوات القديس وسيس قائد مقاتل قوات اسماك الجمبري اسماك الجمبري وتنيس، اي قائد القديس كرسنيس لبيع اسماك القديس كرسنيس قائد مقاطع قوات اسماك الجمبري وتنيس. ايوه كده استفتحنا واستفتح ملك لله. ايوه جمبري طازه، جمبري طازه مشوي ومقلي، اسماك الدنيس. زي ما انتم عارفين المجموعه العظيمه اللي قدامي دي، يعني نفتكر احنا دخلنا السوق، فاحنا دخلنا السوق بشخصيتنا المميزه بالظبط كده. احنا عندنا جايبين عسل ابيض، برطمانات عسل ابيض. احنا السمك لازم يتاكل، دي سنه بس كده، السمك لازم يتاكل معاه عسل ابيض، يعني مش ملح، ملح ماشي بس سمكايه، حته سمكايه وتحط عليه عسل ابيض وتاكل بس كده، وتسمي بالله. طبعا بتسمي بالله، ده شيء معروف جدا وشيء تمام. ايوه الجموع يعني اشبع الجموع، هي سمكايه واحده ان شاء الله كل واحد ايه 100 جنيه السمكه، ده سمكه نيس وان شاء الله السمكايه لقم. يعني احنا المحل ده خاص ان احنا لقمه احنا بنديها للزبون، لقمه بنديها للزبون، وكل الجموع ان شاء الله هتشبع باذن الله. فاحنا عاملين يعني مش محتاجين احتكار في السوق، احنا عايزين المجموعه كلها بس يكون عندكم ايمان بس، يا قليل الايمان بس كده. المجموعه ما شاء الله ناس كتيره مجمعين. ايه ده؟ ايه اللي جابوه ده؟ حدث ده الواد الكومبارس ده ولا المهندس كينو ده؟ ايه الواد الكومبارس اللي ايه اللي جايبه هنا ده؟ ايه اللي جايبه ده؟ هنا حدث؟ يعني المجموعه دي كلها تاكل معانا دول؟ ده جايين عليا حدث. بص ده عامل ايه؟ عامل محل قائد قوات اسماك الجمبري والدنيس، ديس كروسوفيس قائد قوات الجمبري والدنيس، عنده جمبري مستنيين دنيس هنا. ايه رايك؟ بكام كيلو؟ ايوه وده بكام؟ ايوه يا باشمهندس. ورايا يا باشمهندس. يعني استفتحنا ملك لله. عندك هنا السمك جمبري، الجمبري ده ب 350 جنيه نايف. ايوه والجريف ده ب 300 جنيه بس عشان خاطرك، عشان خاطرك انت والكومبارس اللي معاك بس كده نايف برضه. اتفضل. ولو اني انا ماشي بنظام تاني مختلف خالص مع هذه المجموعه، يعني انت عارف السمكايه دي بتطعم المجموعه كلها، يعني انت ممكن ناخد لقم كده تلاقي ان السمكايه واحده بس تدفع الاول، انها ممكن تدفعك 100 جنيه بس ان شاء الله مش 300 كيلو واحده بس، تاكل حسب النظام. يعني ده اوبن بوفيه ولقمه وجايب لكم عسل ابيض، لقمه فيها لحسه كده، لحسه من العسل الابيض ان شاء الله. يلا قلت ايه؟ هتاكل في الاوبن بوفيه ولا تاكل خلصنا؟ ايوه هينس على الشوايه، بس الشوايه دي يعني بياخد يعني لو ليها حساب تاني مختلف خالص. هتعمل ايه يا باشمهندس؟ خلصنا يا باشمهندس والنبي، احنا عندنا ناس كتيره واقفه في السوق وعندهم ايمان مش زيكم، عديم الايمان. ها تاكل ايه؟ لا ما هو اذا كان بهذا الشكل يبقى احنا مش هناكل، لا نشوف محل تاني ناكل فيه. ده بيقول لك اوبن بوفيه و100 جنيه وبعدين غالي قوي، غالي جدا. وبعدين ده مش سمك نيس اساسا، ده شرغيش مش نيس. ايوه ده شرغيش، انا اسكندراني، احنا كده اسكندرانيه عارفين نيس. ايوه ده شرغيش مش نيس، ده ريش، ده شرغيش مش نيس.
ايوه باشا عيش ما سمراني احنا قلنا الدرس من الاول فين بنيس وفرق ايوه باشا عيش بنيس عيش لا عشان عيش مش بنيس ايوه باشا عيش ما سمراني احنا قلنا الدرس من الاول فين بنيس وفرق ايوه باشا عيش بنيس انا كنت عارف من البدايه انكم مش هتشتروا انا كنت عارف من البدايه انكم مش هتشتروا وانا اقول ان اشرف سامسونج ادارية كاتب كده قائد مقاتل قوات قائد مقاتل قوات قائد مقاتل قوات ما تلاش تكتب مخاطر دي وانا اقول ان اشرف سامسونج ادارية كاتب كده قائد مقاتل قوات قائد مقاتل قوات قائد مقاتل قوات ما تلاش تكتب مخاطر دي ادارين كاتب مقاتل احنا حيوم مش هنضربكم يا ابني مش مهم ادارين كاتب مقاتل احنا حيوم ادريكم يا ابني مش مهم ادريكم معايا حق فاهم 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 اشتركم يلا مش فاهم مش فاهم قلت ادريكم معايا حق فاهم 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 اشتركم يلا مش فاهم مش فاهم قلت ما تبلاش تكتب مقاتل دي ادريكم كاتب مقاتل عشان اشتركم عشان ادريكم يا ابني مش مهم ادريكم معايا حق فاهم 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 اشتركم يلا مش فاهم مش فاهم قلت عارف من البدايه ان انتم مش هتشتروا وانا اقول ان اشرف سامسونج ادارية كاتب كده قائد مقاتل قوات قائد مقاتل قوات قائد قوات قائد مقاتل قوات ما تبلاش تكتب مقاتل دي ادارين كاتب مقاتل عشان اشتركم عشان ادارككم يا ابني مش مهم ادارين معايا حق وفاهم فاهم فاهم اشتركم يلا مش فاهم مش فاهم عايز احمد ايوه السمك الدنيس ب 300 جنيه السمك كيلو وجمبري ده ان شاء الله ب 250 نايم